نظمته لجنة الحقوق وصولا عندنا، أخذوا بياناتنا وكل شيء. مدة شهر بعده مباشرة تم أخذ نقلنا إلى مديرية الأمن رزق الجوفي، واقي مدير الأمن أنا والأخ صالح الضيفي والجمال المدامي، الثلاثة أولى تم نقلنا إلى مديرية الأمن. مباشرة دخلنا أنا يعني مدة 3 أيام كذا، وتم طلبت بعلاجي من الشاوش اسمه علي المطري، طلبت منه علاجي فقام ادى علاجي وقام كسره أمامي، قال لا ما في عندي معي لك علاج ثاني، قلت ما، قال اخرج، فقام اخراجي الى خارج ومباشرة بلط لطمني، حتى انه قام كواي في ايدي في اثر مكاوي، قام بالشقاره كواي ايدي وكل شيء، قال ما فيش معي علاج شيء علاج، قلت له قام اخذني الى الخارج خارج الزنزانه مباشرة بلط والضرب. من بعد ما درنا احنا من يعني من ساحه الجامعه في تعذيبنا غير شك، واللطم والضرب، بعد رتاني الى الغرفه الى الزنزانه، حتى ان الزياره كانت غير مسموحه لنا، يا حد زارنا ولا اي شيء غير مسموحه. وجلسنا هناك مده حوالي اسبوع، مباشره جاءني خبر انا حوالي الساعه 2:30 بالليل طلبونا لعند الفندق رزق الجوفي ونبيل اخ الاستاذ نبيل يعني مدير التحقيقات، وقاموا وقعنا على التزامات، وتم الافراج علينا انا وشخص اسمه محمد ردماء وجمال مدامي وبعض الأشخاص يعني غير معروفين وجمال الدعي، وتم الإفراج علينا فوق الطاق، وأخرجونا إلى منطقة نطقوا بنا يعني منطقة ما حتى رينيه على سبيل ما هو ما ندري نحن كنا محبوسين منطقة هذا، نطقوا بنا استعجلنا سيارة ومباشرة دخلنا السحب. شخصية المعتقل عجيبة، تضحيته فريدة، لا يملك عمل ولا شيء سوى دراجته النارية، ساهم بها لإسعاف الثوار المصابين سواء في مجزرة القاع أو كنتاكي الأولى والثانية، رغم إحراق دراجته النارية جوار بنك الدم، لكنه كان يحاول دائما وأبدا إنقاذ أحد الجرحى، رغم ذلك تم اختطافه ونكران مكانه، رغم الأدلة أن المعتقل عبد الله عبد الإله صبري موجود ولكنهم يرفض وينكر وجوده. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإنساني نافذة أمل. نشكر كل من ساهم من المنظمات الحقوقية التي كانت لها الدور الفعال في إخراج المعتقلين، منها منظمة هود بقيادة الأستاذ عبد الرحمن برمان، ومنظمة حماية بقيادة الأستاذ المحامي إسماعيل الديلمي، وأيضا منظمة مساواة بقيادة الأستاذ محمد العروسي، وغيرهم من المنظمات واللجنة القانونية في ساحة الثورة، وجميع المنظمات الحقوقية والمحامين الذين كانت لهم مساهمة رائعة وملموسة، لا يسعنا إلا أن نشكرهم باسم كل المعتقلين الذين أفرج عنهم، فكم بسمة أضاؤها في سماء الحرية للمعتقلين، شكرا لهم وشكرا لكم. نسمع عن الاعتقالات هنا وهناك، لكن من هي الجهة المخولة بالاعتقال؟ المخولة بالاعتقال يعني تكون الجهات الحكومية الذي فرضا نقول هذا الشخص الذي اعتقلوه سوى حاجات كذا كذا يعني ضرت مصلحة البلاد، بس هذا اللي عندي. والله يا أخي في جهات مخولة من يعني من الدولة، تكون جهات رسمية تخولها الدولة بهذا، قد يكون الأمن هو الذي تكلفها المحكمة الشرعية باعتقال فلان للجريمة يعني لأي عمل كان يعني الذي نص عليه حكم المحكمة. أي جهة المكلفة بالاعتقال هي جهة واحدة فقط المقررة في القانون اليمني، وهي جهة السلطة القضائية في توجيهها لقرار من قبل النيابة للشرطة القضائية أو الأمن العام المختص
في مراقبة الأشخاص. لازم يكون الاعتقال من جهة رسمية مخولة، إما عن طريق النيابة العامة أو أمن الدولة أو الأمن القومي، هذا يكون بالنسبة للاعتقال، يعني يكون معهم وثائق رسمية لاعتقال هذا الشخص بحد ذاته، ويكون معهم مستندات إيش أسباب الاعتقال، يعتقلوه ليش. هذه الجهة الذي مخول بالاعتقال هي الذي بتسرق أموال الشعب وتريد أن تهمش أمواله وتريد أن تكذب على العالم بأنها تريد أن تحكمنا، يا إما أحكمكم لا أذبحكم. الجهة المخولة للاعتقال هي الجهات الأمنية، وإلا في حالات نادرة هناك يجوز لأفراد القوات المسلحة بالاعتقال عند صدور أمر قضائي باعتقال المجرم الفار من وجه العدالة. أغلب شباب الثورة لا يعرف الفتور ولا يعرف الكسل، منهم هذا الشاب همته عالية وهمه هو تحقيق أهداف الثورة حتى لو كان الثمن روحه. شارك في أغلب المسيرات الثورية، وكل معتقل وفرج عنه شارك مرة أخرى في أحد المسيرات الكثيرة بكل همة وإصرار، نال من التعذيب ما لا يوصف، شاهد مناظر مأساوية لشباب الثورة. تعالوا مع بعض نسمع من المعتقل خالد الشماتي. اعتقلت في أحد المسيرات القاع وهي في تاريخ 25/10/2011 الساعة 10:30 صباحا، يعني كنت في المسيرة وتم اعتقالي من قبل اللواء الرابع المنشق عن الفرقة من درعا، وتم تسليمي إلى الأمن المركزي مباشرة للقيادة، وتم مباشرة بأخذ القوى مباشرة بالكلام معي وأخذ البيانات، وتم تحقيقات معي مباشرة فعن تصويري كل شيء والتعذيب، وتم كان يعني الأسئلة تردد علينا، يعني تم مباشرة تسليم الأمن المركزي من الأمن المركزي مباشرة بالصرع بلبجي بالبندق، فعطف البندق هنا في صدري صرعي من قبل الشخص اسمه خالد الريمي في أحد أفراد الأمن المركزي، مباشرة ضربي هذا وتطليعي إلى فوق سيارة إسعاف تابع الهلال الأحمر اليمني، وجدت أشخاص من المعتقلي بالأخ صالح الضيفي أمي البجو والأخ سمير العقاري، وتم مباشرة طلعنا ويلبجونا فوق سيارة الإسعاف وبزونا إلى أمن المركزي القيادة، وتم مباشرة دخولنا إلى القيادة إلى مكتب التحقيقات رئيس التحقيقات محمد معصى ورتبة رائد، وأخذوا الإجراءات الأمنية معنا وتم تسجيل أسامينا ونهب ما نملك من كل شيء، مباشرة قام تصويرنا سألونا وتم تعذيب الأخ صالح الضيفي أمامنا، تعذيب يعني بضرب باللطم جميع الأساليب استعملوا معه حتى أنه تم رفع السلاح عليه عشان يعترف بأي شيء، وتم اعترافه في حاجات يعني بالرغم عليه، مباشرة دخلنا الزنزانة إلى بعد صلاة العشاء، وتم تعصيب عيوني وكل كلبشتي وخروجي إلى غرفة التعذيب واسمها غرفة إرحل وهي في الطابق الثالث مقابل غرفة الشؤون القانونية، وتم مباشرة الفك الكلابش وتعليقي عرض الشفك، يعني تم مباشرة التعب اللطم هذا، وسألتي قال ليش انضميت للساحة؟ من هو مؤسس دعمكم للساحة؟ من انتم يا الثوار؟ ما تظنوا نفسكم؟ قلت انا ثائر من جيز اي ثائر. قال ليش بتدخلوا مسلحين في مسيرات؟ قلت لا احنا ثورتنا ثورة سلمية لا مسلح بيننا. قال يعني وجه ليتهم، قال ليش تقتلون ظهري؟ قلت انا لم اقتل ظهري. قال قتلت. قلت ماشي. قال كم قتلت يعني أحد أفراد الأمن المركزي؟ قال يعني قال ليش كم شاركت حروب؟ قال من أنت لما تضمن الثورة؟ كيف تخون أحمد علي وعلي عبد الله صالح؟ قال تنسى نفسك هم تاج راسك لما تخونهم ناسي عقوبته. قلت أنا مستعد أتحمل أي عقوبة لأني دخلت بثورة وثورتي نويت على ثورة سلمية لا بين أنا أشخاص مسلمين. وتم مباشرة بالتعذيب بعملية الكهرباء تكر الكهرباء والضرب والتعذيب والمكاوي وكل حاجة، وتم حتى استدراجي في سؤالات يسألوني قالوا من المسلحين عندكم في الساحة؟ ايش عملكم؟ ايش بتاكلوا؟ ايش كذا؟ قلت اكل انا من الجيزة اي اكل من المتبرعين، قلت جيزة انا من اي جيزة اي واحد واكل انا على الله ما المكتوب لنا مكتوب ناخده. قال لكن كم قد قتلت يعني متظاهرين بالضبط؟ قلت لم اقتل اي شخص. بعدها قال كم قدك منضم في الثورة؟ يعني منضميت أنا في الثورة في أول الثورة في شهر 3 انضميت بعد جمعة الكرامة مباشرة.
قال ما ضميت الثورة، قلت انضميت الثورة من دفع ظلمكم إلينا. وتم أحد كم قتلوا أحد أفراد الحرس الجمهوري زملائي ثلاثة، إبراهيم الريمي ومحمد عاطف والثالث صالح اسمه، وتم قتلهم وإحنا في رأس عقبة لودر. حتى لو جميع يعني جينا شنو نضرب عليهم ولا أي حاجة تنظيم القاعدة هذا، جت الأوامر عند أحمد علي هو قائد الحرس الجمهوري عاد بوقف الضرب عليهم. مباشرة أخذونا وبزونا فوق الطاق وأخذونا إلى زنزانة في بدرو وهي في سمعك بيتر لودر زنجبة، وتم مباشرة تعذيبنا واحتجزنا مدة 10 أيام تعذيبنا وكل شيء. بعد ما خرجنا من زنزانة مباشرة طلعنا صنعاء وانضمينا. التعذيب كان أنواعه، في غرفة إرحال تعذيب بالكهرباء بالخيزرانات بالضرب بالمكاوي جميع الأساليب باللط بالتشدشة، حتى انه تم عمليه تطريشي بالدم، حتى انه تم يعني اعطائنا حاجات لا ندري ما هي، حتى اني بتعالج منها حتى لا اتعلم منها. كان تعذيب يعني السؤال يطرح نفس السؤال، ما عملك في الساحه؟ كم شاركت حروب؟ يعني لما شارك اي حروب وهو بالذات يزيد يضرب. حتى لانه وقت التعذيب كان يفتح لنا حاجات اناشيد ثوريه حق محمد عمد، هذا يقول لي ما رايك انا يعني الفاظ سيئه يلفظ علي، ازيد اسمعك من هذه واقول نعم لي الفخر اني ثوري والشرف لي. والتعذيب بيجي بالكهرباء، يعني كانوا في خلوني يغيبوا بالمدة ساعه ويفوقني بالضرب باللطم بالخلع بالخيزرانات بجميع الاساليب. بعد تم التحقيق معي يعني من صلاه العشاء بالساعه 8 حتى صلاه الفجر، التعذيب واصل بالتجدشه بالكهرباء بالضرب بجميع الاساليب يعني استخدموها، ما هو اسلوب يعني ما استخدموه معانا. أنه تم بعد صلاة الفجر أخذي إلى الزنزانة في بدرو أرض تحت أرض في ضلع. بعد مباشرة من الثاني بالأخذي إلى الاستخبارات، وتوصلنا هناك لعند أشخاص اسم أحدهم في الاستخبارات محمد الذيب، وتم هناك يعني سألي أسئلة، قال ما سبب انضمامك للثورة؟ انضمام من ظلمكم هذا؟ قال كم قتلت كم هذا؟ قلت لم أقتل أي شخص أنا، وذمتي بريئة من أي دم. الله مثلا قال من مؤسس دعمكم؟ ما علاقتك بالتوكل؟ قالوا انت هل انت الحارس الشخصي تابع توكل؟ قلت لا لم اكن حارس لها. قال ما ليش بتنضموا؟ علي محسن ما ليش بيسلحكم؟ قلنا علي محسن لم يسلحنا. قال هل شاركت في حرب حق جولة النصر سابقا جولة تنتاكي؟ قلت لا. وسالوني يعني عن بعض الشخصيات موجودين في الساحة، عن شخص يدعي اسمه إبراهيم المؤيد وهو موجود كان عندنا سابقا في اللجنة الأمنية، قاموا يروني صورة وسألني علي، قلت لا أعرف الشخص هذا. وتم تعذيبي يعني بالكهرباء، لا كان تعذيب الكهرباء كل شيء، قلت لا أعرفه. مباشرة انتقلت دخلني زنزانة والتقيت بشخص دكتور يعني ما أذكر اسمه بالضبط، دكتور وكان مختطف، قلت له خيرا كان بغير اللحية وكل شيء. لما لقيته في زنزانة شخص مطوع كان، ألا ما من بيت الذيب يعني ما أذكر اسمه بالضبط، ولقيت شخص ضابط اسمه عبد الحفيظ درويش وهو برتبة نقيب منضم إلى الساحة وكل شيء، وهو يعني محتجز له حتى الآن. وتم توجيهه إلى جميع المؤسسات، يعني حوله من الأمن القومي إلى الأمن السياسي يعني إلى كل مكان، والآن يتواجد الآن في قسم مديرية الأمن مديرية الأمانة عند أحد الضباط رزق الجوفي. مباشرة دخلوا زنزانة لا يوم الثاني الصباح وزوني الرأسة، تم هناك تروني صور كذا ما بشي يعني سؤالات هذا وعمل التعذيب، يعني قالوا ليش انضميت اللطمة هذا. بعد مباشرة رجعت لأمن المركزي، فما وصلت لأمن المركزي مباشرة استقبلني أحد الضباط وهو محمد معصاء، قال فكوا الغماض على عيونه مباشرة وعطاني كف، قال أنت من أنت؟ أنت أحد حشرات البلاطجة الثورة بلاطجة الجامعة، كيف تقدم بلاغ على شخص واسمه خالد الريمي؟ من أنت لما تقدم على أحد أفراد حرس أحد أفراد أمن المركزي الأبطال تقدم بلاغ ضده؟ قلت أنا واحد ثوري جيزي من جيزة الثوار الشعب اليمني، قدمت علي بلاغ أنه بلطجي شخص قاتل. قلت مباشرة دخلني لدى غرفة الرحال، أول ما وصلت تعليقي في السقف على رجلي بالكلبشة، مباشرة كان الإشراف على التعذيب هو، وتم بضربي يعني كان يستعمل باللط
أكثرت يعني باللطم بالخل بتغطيسي في ماء باردي ماء يعني إذا كان يغطس من هذا النهاية والكهرباء وكل شيء وجه لي تهم قال ليش تقوم بعملية مهاجمات مكافحة الشغب وأنا لم أقوم بمكافحة الشغب مهاجمتها وتم توجيه لي تهمة ثانية قال ليش قمت يعني صوت وصورة قال ليش تقوم بعملية إحراق أحد صوارين أمن القومي يعني تم توجيه لي تهم قالوا ليش تقوم عملية مهاجمة مكافحة الشغب وأنا لم أقوم بعملية مكافحة الشغب وقامت التهمة الثانية صوت وصورة يعني فيديو قال أنا وواحدة ماشيين معنا طب قال ويعني التهمة ذي انسبوها لي تهمة مدبلجة بعملية إحراق أحد صوالين أمن القومي ذي تواجه الصوالين ولا في حتى قال ليش قمت عملية إحراقها يعني يرون صورتي مدبلج يعني ما بصرت هذا المشهد المزيف ضدي مدبلج والتهمة غير منسوبة لي يعني قال إلا أنت فعلت هذا وقلت ماشي قال متأكد قلت ماشي مباشرة قمت بتضريبي وباللطم بالكهرباء يعني تعذيبي مدة يوم كامل قال باللطم بالكهرباء حتى إنه كان السؤال يطرح نفس السؤال يقول من أنتم عبارة عن شوية يعني بلاط الجامعة هل تصدقوا أرواحكم أنكم بترحلوا الرئيس من أنتم ونحن عبارة عن ثوار خرجنا بثورة سلمية جيزنا من جيز الشعب الشعب يطالب إسقاط النظام برحيل الفسادة بمحاكمة السفاح محاكمة القتلة قتلوا الشهداء كثير مننا قال لهم مش احنا القتلة قال قلت منو قال انتو قلت ليش كيف احنا احنا بنخرج بثورة نفس المية ما حد يقتل اخوه لا اخو انتم بقول انتم عملت قتلة انتو بعد يعني وجه لي سؤال قال اخر سؤال قال كم يعني كيف ايش معنى الساحة عندكم يعني ساحتنا ساحة ثورية قال كم مالت جنسية توصل قلت ليش هذا مش عندنا هذا الاساليب احنا خرجنا في ثورة ما خرجنا في حاجة ثانية وهدفنا ومطلب للشعب هو ثورتنا اسقاط النظام هذا مطلبنا قال ماشي مباشرة اول ما سمع هذه الكلمة يعني كان فاتح لي احد الناشطين الثورية قال ما رايك زدت بهذا قلت كل ما هذا عاد يفتح انا تشرف لي كان مباشرة يعني القى عليه بالفاضي يعني سيئة مباشرة بالكف وحتى انه صبوا علي باسيت انا اخوتي موجود ومضري لا تم يعني مباشرة هذه وتم التصبيب يعني بشاب احد الشرنكات واعطى هذا ويطرح لي يعني اسيت من اجل عسى اني اعترف باي شيء اقرب بحاجات باعترافات لم اقم بها وتم التصبير اسيت يعني على انفي كل حاجه والالم موجوده حتى لا وقلت له انا لم افعل اي شيء انا مضحي بحياتي في سبيل الثوره مستعد اني اموت عشان الثوره قال كيف عشان تموت عن الثوره مباشره باللطم بالخفع وهو مشهور في التحقيقات الشخص هذا اسمه محمد ناصر التعذيب وتفاجأت بأخت واسمها فاطمة الشامي أحد معتقلات حادثة القاع مثل مخطوفات الثماء وهي مخطوفة معتقلة ولقيتها وهي مكلبشة وجهت لي رسالة يعني بنقول مناشدة منظمة هود والأخوان المسؤولين بالإفراج عليها وهي في أشد التعذيب يعني استعملوا معها جميع أنواع التعذيب عسى أن تعترف على نفسها بأي شيء لكن إيها صامتة ونقول الله يسهل عليها ويفرج عليها